وصلنا هلا معكم لفقرة شوفي على رؤية، ومن بداية الموسم السادس من كرفان الكل شدنا فقرة تحكيش بالسياسة، هالفقرة اللي هيك بتنكش كل المصطلحات السياسية اللي بتحب عموما الناس انها تفتي فيها، وبسأل بيروح شادي جابر وبسأل الناس فيها وبحطهم مواقف محرجة وبحرجهم بالأسئلة، واللي بقعد بفتي واللي بقعد بحكي أشياء ما لها دخل بالمصطلح. شادي جابر هو صاحب هاي الفكرة وهو الجندي المجهول بقناة رؤية بشكل عام. شو أخبارك شادي؟ يعني بداية نحن مستغربين أنك ضيف اليوم معنا بالبرنامج. كيف شعور الضيف؟ كيف شعور الضيف؟ لا بصراحة أنا كنت أي بتعرف كنت بتخانق زمان مع المذيعين على الهواء وليه بترعجوا بس لا الله يكون في عونكم. الله يسعدك. شيء لاجئ الهواء طلع. حسيت فينا اليوم. اليوم خلاص لطفت معكم رح أخف شوي. نورتنا. حبيبنا شادي، وبداية شادي بدنا تحكينا من وين اجتك فكرة تحكيش بالسياسة؟ هلأ هو تحكيش بالسياسة أو فكرة أنه يكون في فقرة سياسية بكرفان من الموسم الأول وهي ببالنا، بس أنه جينا بدنا ننفذها بأول موسم، طب راح نطلع مصطلحات ونقعد نعرفها ونحكي لمدة 5 دقائق ناس راح تزهق، بتكون شوي مور انترتينينج، وفتأجلت يعني من البداية وأجلناها ونسيناها. فجيت على هذا السيزن، طب أنه خطر ببالي، طب أنا كل ما أحكي مع شباب أو فئة عمرية بسيطة شوي بلاقي شوي المعلومات ضعيفة أو مكبر راسه مش مهتم، فإنه خطرت ببالي إنه فوكس بوبس خلص ننسى، يعني إحنا ليه بدنا نعمل فقرة سياسية أساساً؟ لأنه واضح إنه شوي الوعي ضعيف بالقصة. نوضح الفوكس بوب إيش هو؟ أسئلة الشارع. أيوه أسئلة الشارع. الشارع. فلأنه واضح إنه يعني المعلومات شوي ضعيفة خصوصاً عند الشباب. فبس. طب هلا شادي انت كنت تنزل زي ما شفنا بالحلقه وبتسال الناس اسئله بكل مره موضوع شكل وهيك، كيف لاحظت بعد ما انت عم تنزل وهيك كيف لاحظت ثقافه الشباب وبعد ما عرفتهم بشكل عام حتى مختلف الاعمار يعني بالمعلومات السياسيه؟ هلا هو زي ما حكيت قبل شوي هي الفكره كلها، لانه لاحظنا انه اكثر فئه عمريه هي متجاهله هذا الموضوع هم الشباب، خصوصا يعني لما يجي يخطر ببالك انه الشباب طب انتم هلا مخلصين مدرسه او جامعه او مش عارف ايش، طب ليه المعلومات بعدها مش هذا؟ على تجربة الشارع اكتشفنا انه اكتر ناس عندها ثقافة اكتر هي اللي شحك الختائر الكبار بالسن شوية او المغتربين كالعادة، بس الشباب شوية مكبرين راسهم، يعني في منهم اللي بيقول لك انا مكبر راسي لاني فاقد الامل بموضوع السياسة بديش احكي فيه، وفي اللي مكبر راسه لانه خلص اشي بهموش، علما انه كتير موضوع مهم يعني انك تعرف شو اللي عم بيصير حواليك سياسيا. طب شادي انت بتحكي بالسياسه مثلا؟ لا 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 انا ما بحكي بالسياسه بالمره وما ليش دخلت الشعله يعني ولا مش انا ما بفهمش في الموضوع هم بيعطوني معلومات وانا ما لا لا بنفذ لا بحكي بالسياسه اكيد اتس ماي باشن يعني عندي كثير شغف بهي القصه وكثير بحبها. ما بتخاف طب تحكي بالسياسه؟ مصره تحبسني لا لا في حبسه بالضبط لا لا اكيد لا بالعكس يعني في حريه تامه انك تحكي بالسياسه بكامل اريحيه، واكبر دليل على هيك انه شفنا بكثير حلقات انه في ناس ما بيكونش عندها كثير معلومات ومع هيك بتحكي باريحيه وبتبدي رايها. شادي هلا مرات بنلاحظ انه لما تكون تسال يعني لما نكون بنحضر قاعدين الفقره انه الناس مرات بتحسهم في تردد عم بخاف او عندهم يعني ممكن يكون نوع من الرقابه الذاتيه انه هو نفسه ما بده يحكي لانه بفكر انه الحكي فيها غلط او انه صحيح. ممكن ينحبس اذا بده يحكي في هذا الموضوع. صحيح. شو احكي له شوي انت شو رايك؟ هلا يعني بدك يعني بدها شوية استدراج القصة لما تنزل تحكي مع الناس بالشارع، مبدئيا هم هيك خايفين من فكرة انه في كاميرا ومايك ومش عارف ايش، بده يرتاح شوي وانت كمان دخل عليه ببرنامج سياسي وكلمة سياسة هي اوريدي كلمة ثقيلة مش بالاردن بالوطن العربي ككل يعني، فبحاول اطمنه بحاول اريحه حتى لو حكى معلومة غلط بحاول احكي للي عم بحاوره انه عادي يعني احكي رأيك او ايش اللي بتعرفه بغض النظر، يعني بالعكس لو هاي المعلومة مغلوطة عندك يمكن مغلوطة عند 5-6 كمان غيرك، فاحكيها عشان تتصحح بآخر طب الفترة. شادي انت يعني احكي لنا هيك هذا السؤال كثير انا متحمسة له. أيوة. ايش المفاجآت اللي صارت معك بالتصوير او هيك الناس الغريبة اللي المواقف اللي بتلاقيهم بالتصوير التصوير ما انعرضت يعني طيب ما في مبدئيا كنت كنا رح ننضرب مرة وما مش شيء له علاقة بالفقرة هلا زي ما حكيت قبل شوي الناس تتوتر لتشوف كاميرا وهذا فبينفعش توقف تسألهم بيصير أعمل معك مقابلة بالعادة خلص بفوت على الضيف على السريع مرحبا كيفك عشان لو متوتر خلص تكون دخلته بالكادر اوريدي دخلت عصبية قاعدة مرحبا كيفك بصير نعمل معك مقابلة يا شاب باي طلع وراي ايش في
ايوه تفضل شو بدك منها؟ أيوة. يا حبيبي طب اهدى اهدى حامل الميكروفون في ايدي يعني رؤية واضحة اكيد مش بعكس يا شو بدك شو بدك منها يا حبيبي ايش في ابن بنت عمي بنت عمي ايوه طيب يا حبيبي يا طبعا المصورين بدهم يساعدوني فارطين ضحك مش عارفين يحكوا صفوا طب احنا رؤية يا اهدى يا ابن الحلال بتلاقي دائما في شوي لانه لسه الله سطر لم الشارع وبلشت الناس تشوف الميكروفون تقول هاي رؤية اهدى يا ابن الحلال يعني انا كنت لاحظنا في الحلقات اللي حضرناها مثلا بتحكيش بالسياسه انه في كان من ختيار دائما هيك انت صار في ألفة بينك وبينهم خلينا نحكي هذا البني ادم كثير فاجئني انت بتحكي عن بياع. اللي بالبلد آه. بيع الكتب هذا من المواقف الغريبه اللي صارت معي حلو. وانا يعني مش عارف الوم حالي ولا يعني كاره حالي على القصة بصراحة يعني أنا شفت بائع متجول بسيط واقف بالبلد وهو كاركتر هو شخصية تتصور الطاقية والشعرات بالضبط لا لطيف وحتى لما ينادي عباطه ينادي عليها بطريقة بالضبط كثير لذيذة فقلت حتى لو هذا لو ما عرفش الإجابة أكيد هيطلع منه إشي لذيذ فروحت دخلت عليه مش متذكر إيش أول مرة سألته إيش جاوب صح قلت انصدمت وزعلت وزعلت من حالي انه انا كيف هيك بتصرف مش دائما الناس بالشكل يعني اكيد دائما هو المضمون الشخصي بالضبط وبعدين استقصدته باكثر من حلقه يعني كل ما انزل على البلد صرت انزل اسال وقلت بركي يسامع هالمصطلح مره بالصدفه والله الرجال عارف اتضح انه فهمان انا كنت بدي احكي اول شيء شغله انه انا على سبيل المثال لو شادي جابر عامل معي مقابله وشفته عم بيسألني مثلا شو بتعرف مثلا عن مجلس النواب على سبيل المثال تمام فانا اصير اقول له يعني مجلس النواب هو عباره عن يعني ناس بقعدوا وباكلوا بزر وانا مش عارف الاجابه الصحيحه مثلا او بينعسوا بيناموا بيلعبوا مثلا شويه جيم مثلا تفهم ممكن هي الاجابه يعني بحكي على سبيل المثال فانا اشوف حالي عم بطلع على التلفزيون وانا عم بجاوب غلط وعم بسمع اللي انت حاطه هذا الحكي فهي يعني انت المحل اللي دخلت منه هذا هيك يعني انت يعني كيف شايف ردود فعل الناس على هذا الموضوع هلا انا عشان هيك تعمدت اني ارجع على نفس الموقع التصوير كل مره اللي هو عاده احنا بالبلد او شارع الرينبو باغلب الاوقات عادي الناس كثير متقبله يعني حلو. حتى الناس اللي بتحكي اجابه غلط او اللي ممكن شوي تفتي او مش عارف ايش متقبل الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي كيف الفيدباك على مواقع التواصل الاجتماعي كتير فيدباك كويس لذيذ يعني معظم الناس عم تحكي انه الفقره كتير ثقافيه كتير هذا واحنا قصدنا انه يعني بالنهايه احنا مش هدفنا انه مثلا ما تكون ممله كفقره سياسيه ما تكون ممله وانه احنا مش قصدنا الكوميديا نهائيا بس هو حطينا هاي اللمسه فيها عشان ما تكونش ممله البساطه الموجوده يعني. بالضبط كمان هلا شادي تحكيش بالسياسه فقره يعني مميزه جدا وفي من وراها اثراء يمكن للمعلومات السياسيه اللي عندنا بس هلا انت لقدام شو محضر في عنا إشي بيشبه تحكيش بالسياسة في إشي سياسي أو شو محضر لنا لقدام هلأ من ناحية تحكيش في تحكيش طب معناته اطلع بإشي احكي بالسياسة معناته وخلينا نخلص من الرقابة الذاتية السياسة وارتاح بالضبط لا عم نحضر إشي بدون حرق الأسامي هو راح يكون متعلق بالحقوق وبالقوانين رهيب برضو تحكيش حلو بس تعرف لي إلك واللي عليك يعني بالضبط إلى حد ما رهيب وعم نحضر لإشي اسمه لو كان عايش راح يكون شوي تراجيك هذا راح يكون شوي حزين ما راح يكون كثير كوميدي زي مفاجأة بسيطة وهذا ان شاء الله ملك المفاجأة كل التوفيق والله شادي طبعا نحن مش حابين تروح من عنا الكرفان بس بدنا هيك كلمة أخيرة لكل عم بحضروك في كثير أكيد ناس تحبك وأنا واحدة منهم شادي يا ويلي يا ويلي ما بعرفش أي عشرة عمر يا جماعة هذا ايش كلمتك؟ كلمة أخيرة إحنا بتحكيش بالسياسة مش قصدنا إنه إحنا نقل من قيمة الناس أو إنه نكون مضحكين أو نتخوت أو أي شيء إحنا قصدنا تماماً ثقافي مش المفروض إنه حدا من اللي جاوب خطأ يستحي بدليل إنه إحنا استضفنا ناس جاوبت خطأ مرة واثنين وثلاثة وكانوا عادي متقبلين الموضوع بس إحنا يعني بالنهاية المفروض يستحي ناس تانية كتير ما وعت أو ما ثقفت الوعي السياسي عند هدول الناس حلو حلو شكرا اكيد بدنا نشكرك شادي جابر على وجودك معنا الجندي المجهول بقناة رؤية يعني هو بدونه يعني الامور نحن بنروح فيها مش لهالدرجة طب شادي نسألك سؤال اتجاه المشاكس هل تتجنب الحكي بالسياسة على الفيسبوك ولا اكيد
أكيد أكيد. والله أنا بشوفه مرات بتخطخ كثير. آه بحكي ليلي وعليك. لا بمزح. أنتوا مصرين تحبسوني. بمزح عليك إذا بمزح عليك. لا هلا أوكي أنت يعني على الفيسبوك ماشي حط وجهة نظرك، بس تدخل بنقاش وتبلش الفتونة على الفيسبوك وأنا رأيي وأنا لا 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 مش طيب. مش حضاري نهائيا يعني شادي اكيد نورتنا واليوم بكرفان، بس هلا صار وقت نطلع على فاصل صغير، بعد الفاصل رح نكون مع الاحصائيه لسؤال الاتجاه المشاكس، نروح للفاصل وراجعين.